السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الجزء 19 في أواخر سورة الفرقان، في آخر صفحة من سورة الفرقان وتحديداً آية رقم 70، الآية ده هي بتطبطب على قلوب تقريباً كل العصاة اللي عملوا كبائر. يا الله، سبحانك يا رب، ما ألطفك وما أكرمك. تخيل الله قد يبدل هذه الكبائر، السيئات الكبيرة، يحولها الله لحسنات بشروط. هقولها لك، اسمع الآية. ربنا سبحانه وتعالى قبلها بآية يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم ذكر ربنا في الآية اللي بتطبطب على قلبي وقلبك: يا رب يكفينا شر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يا رب يكفينا شر الكبائر. قال ربنا: إلا من تاب، رقم واحد التوبة، وآمن، حقق الإيمان قولا وعملا واعتقاد بقلبه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم. السيئات يعني اللي سبقت: الزنا، ولا يزنون، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، واللي قبلها: ولا يدعون مع الله إلها آخر، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. علشان كده ربنا قال في آية تانية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، يعني إيه من الليل؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، وكمان يبدل الله السيئات حسنات. علشان كده سيدنا عمر كان يقول للصحابة: إني لأكثركم حسنات. فكانوا يقولون: كيف عرفت يا ابن الخطاب؟ فيقول: ألم تقرأوا قول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وأنا أكثركم سيئات وأتوب إلى الله فأنا أكثركم بها حسنات. يا رب يعافيني ويعافيك من عاقبة السيئات، ويبدل سيئاتي وسيئاتك حسنات. هذا عشمنا وأملنا في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.